نادية الجندي تعتزل عن الجميع في رمضان. نادية الجندي تنعزل عن الجميع في رمضان، تقدس الشهر الكريم وتقضيه بمفردها. لديها طقوس خاصة لم تتغير منذ سنوات، لا تفضل متابعة الأعمال الدرامية وتعيش في أجواء خاصة. كشفت الفنانة نادية الجندي في العديد من اللقاءات السابقة عن طقوسها خلال شهر رمضان، وأكدت نجمة الجماهير أنها تبتعد عن الجميع، وفي بعض الأحيان تغادر خارج مصر حتى لا تكون على تواصل مع أي شخص. رمضان 2020 كان له طابع خاص عند نادية الجندي، حيث قضت رمضان في أجواء لبنانية مميزة. فبعد الانتهاء من تصوير مسلسل سكر زيادة لم تستطع المغادرة لأي مكان، وذلك بسبب وقف الطيران لظروف كورونا. شهر رمضان فرصة في حياة نادية الجندي، فترى من الضروري أن يعيش الشخص مع نفسه لتقييم حساباته، فتجلس في المنزل بمفردها من أجل التفكير والتدبر. وأكدت أن رمضان بالنسبة لها فرصة للصلاة والصوم والتقرب لله، فتحافظ على مدار الشهر على القيام بالعبادات والالتزام بها. وعن التجمعات والعزومات خلال رمضان، أكدت نادية أنها لا تفضل أن تضيع يوماً في الشهر الكريم دون فائدة، لكن إذا أتيحت الفرصة للتجمع مع العائلة يوماً خلال الشهر فلا تمانع في ذلك. نادية الجندي لا تتابع أي عمل درامي يتم إذاعته خلال الشهر، وترى أن رمضان فرصة لا تعود لتطلب من الله ما تتمنى وتكون أقرب له، لكن بسبب حبها للفن تبدأ في متابعة الأعمال الدرامية بشكل متتابع على مدار الأيام التالية، وفي كثير من الأحيان تهنئ صناع العمل الذي نال إعجابها وقدم العاملون فيه رسالة فنية متكاملة.